ادخل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. طمنيني ازيك النهارده يا ست الكل؟ كويسة الحمد. يعني ايه شاور سايبة جسمي كله وتبوسيني في الجرح؟ والله ما كنت اعرف. معلش معلش. شكرا شكرا. اقعدي بقى. خلاص خلاص يا حبيبتي وعشرة عمري. يا رب اللي فيك يجي فيا انا. بعد الشر عليك يا ستي، ولا انا ولا انت. يا روح قلبي. انا بس كنت عايزة اسال، هي الست اللي كانت هنا دي تطلع مين؟ كرقاب قشرية حتى في المستشفى دي سعاد حماد بنتي. غريبة، الخال الناطق البت سيدة. سيدة مين؟ سيدة هي دي تتنسي؟ المسجونة دي الوحيدة اللي هربت من تحت ايدك ايام زمان، فاكراها؟ ايه ده يا سيدة؟ ايه ده؟ هيروين تاني يا بت؟ انا معرفش حاجة على التذكرة دي يا سيادة الظابط. امال ده ايه يعني؟ مثلا نطت في السرير لوحدها؟ يا بت خليكي صريحة معايا، اصل اللف والدوران اللي انت بتعمليه ده مش هياكل معايا انا. معرفش يا سيادة الظابط، انتوا اصلكم متغاظين مني وعايزين تلفقوا لي يا قضية. يا نهار ابوكي اسود، انت كمان قللت الادب. خدوها على الحبس الانفرادي قبل ما نحولها تاني جنايات. تمام يا فندم، يلا قدامي خش. سيدة الخالق الناطق، وانا اقول شفت الشكل ده فين؟ يا رب. ما تقعدي بقى خيالتيني كريم. انا قلقانه ومش مطمنه على ماما، دي بقالها كام يوم ما اتصلتش وكمان قافله التليفون. احسن. نعم. غريبه فعلا، مختفيه فين اليومين دول؟ بتعمل ايه يعني؟ انا مش مطمنه. بقولك ايه، ايه؟ طب هاتي التليفون اكلم امي اطمن عليها وبالمره نسال عليها. ايوه صح عندك حق. طب قومي هاتي اللابتوب بقى ونشغل المزيكا الياباني. ماشي حاضر. بس 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 كريم على التليفون مش عارف اسمع. سلمنا عليه. ايه سلم لكم عليه؟ ده في اليابان بيتكلم دولي. كيمو حبيب ماما، قلب ماما حبيبي. عامل ايه يا كيمو؟ مش زي مراتك يا حبيبي والبيبي. البيبي كويس؟ ربنا يكمل لها على خير يا حبيبي. الحمد لله كلنا كويسين. العميده نور. اوعى تجيبي له سيره حاجه يا ولاي. هو انا عبيط انا عشان اقول له حاجه؟ لا مش هقول له طبعا. حبيبي ما نعرفش عنها حاجه، ولا بتكلمني ولا بنكلمها. كويسه؟ دي زي القرده، دي صحتها تهد جبال يا حبيبي، دي بتبلبع مقويات كل يوم. ضمك اللي اسمها امك ال 24 ساعه بتعمل اكسرسايز. صحتي ما تجيش نص صحتها المزغوده اللي هي تعدم صحتها البعيده. حبيبي ما تشغلش نفسك بصغائر الامور دي، ركز في حياتك يا حبيبي. هي تلاقيها مشغوله ولا حاجه؟ بس مشغوله. اساليه على ال اتش دي بتاعك كده، شوفي اخباره ايه. ايه ال اتش دي وانا بكلم ابنك يا اناني انت؟ هات هات هات. خد اساله انت. الو. ايوه حبيب قلبي يا نور عيني، وحشنا. هلا ازيك؟ عامل ايه في اليابان؟ مبسوط؟ بتغني لهم الاغاني الشعبيه بتاعتنا ولا لا؟ خلي بالك هيفهموها هم هناك، وخصوصا الحاني. الحاني يعني لازم تحافظ عليها هناك. طيب الحمد لله كويسين. فتنا هي سيدي معانا قاعده. تخيل تخيل يجي لها عريس وما توافقش عليه. ها اهي خد عقلها. الو. ايوه كريم، ازيك انت حبيبي؟ وحشتني قوي. شفت يا كريم حد يتجوز عايد الخشط؟
دمه تقيل. وانت كمان شفته؟ اهو كريم مش موافق. مش موافق على ايه؟ احنا سمعنا حاجه. انت خدتي تليفوني يا حبيبتي واتزنقتي هناك وانت وهو سيو 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 شرفنا. قلت له ايه؟ الو. ايوه يا كريم. هو اتجوز بالعافيه يعني؟ متشكره قوي يا كريم، ربنا يخليك. تيجي بالسلام. ماشي طيب خلاص اوكي سلام. هو انت ليه بقى ان شاء الله مش موافق على عريس ست فتنه؟ عشان انا مش بلعه، وهو تسيس عارفه من ايام ما كنا في المنطقه. يا سلام، وانت مالك؟ ما تسيبها تتجوز. انا مالي؟ انت اللي مالك. عندك حق، انا مالي. المهم عرفوا حاجه عن ماما ولا لا؟ قالوا انها كويسه. بس انا برضو يا كريم قلبي مش مطمن. لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه ليه. العلي العظيم اطلعي من دماغي بقى انت وامك، انا مش عارفه اعيش حياتي. اتفضلي خشي جوه. ربنا يستر. سلامتك 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 يا نور، الف سلامه والله. الله يسلمك يا انتصار، بشكرك يا حبيبتي عشان سالت عليا الفتره اللي فاتت. لا انت عبيطه ولا ايه؟ انت ناسي يا نور ان احنا اهل ولا ايه؟ ما تنسيش كده. ها 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 ايه ده؟ دول المدير المستشفى. بس ارقصي ارقصي ارقصي. خلاص خلاص اقعد بعيد. انا كنت خارجه. انا كنت خارجه. انا مش خلاص خلاص سارينا، يعني الشرطه مقصره على حنجرتك. ايه ده؟ جعوره فون؟ الدنيا حقنه. قولي لي، هما ما عرفوش لغايه دلوقتي مين اللي عمل فيكي كده؟ الله اعلم الله اعلم. كان نفسي اعرف قوي عشان ابعت له جواب شكر. بضحك معاكي، فكيها بقى فكيها. بس انت مش شايفه يا نور ان الموضوع غريب شويه؟ ان في ناس بتحاول تقتلني في نفس الوقت اللي في ناس عايزه تقتلك. اللي عايزين يقتلوكي وعارفين هما من رجاله نبويه التمساح، انما اللي عايز يقتلنا انا مين؟ مش عارفه يعني الموضوع فيه لغز غريب شويه كده. بس انت عارفه انا بشك في ايه؟ بشك ان اللي عايز يقتلني ويقتلك حد احنا عارفينه، حد قريب مننا بس احنا مش شايفينه. عموما الحادثه دي خلتني اعيد حساباتي في حاجات كتير قوي، واحل الغاز كانت محيراني.